تدخل للحارس مجهد هشام، كترجع مرة أخرى البحث عن العرضية، كترفع كرة عالية وتدخل للحارس هشام، محاولة أخرى تمريرة للجهة اليمنى، فرصة صالح فريق الحسنية، حسن توفيق كيمرر الكرة، فرصة داخل منطقة العمليات، كيدخل كيمرر إمكانية الشيل، سعد اللمطي دون يا تاريخ، أول من سجل هدف في الملعب الكبير الدولي لمدينة أكادير. بعد طول انتظار، يأتي الهدف الأول من سعد اللمطي ليدون اسمه في أول مسجل لهدف في هذا الملعب وفي مرمى شبيبة القبائل. شوفوا الإعادة، شوفوا المحاولة، اللحظة كان ممكن أنها تسجل في الوهلة الأولى، لكن في آخر المطاف اللمطي يسكن الكرة في شباك الحارس مالك صلاح. إذن هكذا تتغير الأمور الآن بالملعب الكبير بهدف مقابل لا شيء، لتتغير الصورة والنتيجة، هدف لصالح فريق حسنية.